بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، فحياكم الله وآتاكم من فضله وزادكم من حسنه وجماله. أنتم في نعمة ما دمتم مؤمنين على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن وعد الله حق. You are upon goodness as long as you are holding fast to your religion. Verily, the promise of Allah is true. إني أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه المجالس في هذا المسجد المبارك الطيب أهلها. I thank Allah subhanahu wa ta'ala who have facilitated for me this visit here at this masjid. نتذكر فيه ديننا. Remind ourselves about our religion. وهذه الليلة المباركة نريد أن ننظر في آية توصف فيها كتاب الله. We want to look at a verse that Allah subhanahu wa ta'ala in it describes his book. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هذه صفات لكتاب الله. These are descriptions of the book of Allah. الله نزل أحسن الحديث، هذا القرآن أحسن الحديث، ولها أسماء سمى أحسن الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يسمى القول، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويسمى القول الثقيل. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه صفات القرآن، سمى كلام الله أحسن الحديث. نعم. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه أنه متشابها مثاني. فما معنى هذا يا إخواننا؟ نعم، هذا كتابنا. This is our book. What does that mean? That is متشابه. وأنه ماذا؟ مثاني. نريد أن ننظر في هذا. وكتاب الله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ما فيها تناقض. حروفها متشابهة وآياتها متشابهة وقصصها متشابهة. These letters that resemble one another. ما معنى الحروف متشابهة؟ يقول ابن جزري صاحب التجويد: واللفظ في نظيره كمثله. اللفظ في نظيره أي في مثله كمثله. يعني الطالب الذي يتعلم علم التجويد يتعلم تلاوة القرآن ونزل القرآن، وله يعني قصور في بعض الحروف. Somebody is learning how to read Quran, recitation of Quran, and he has يعني أخطاء في بعض الحروف. نعم، he has mistakes in بعض الحروف. هل لابد أن يبقى في سورة الفاتحة حتى تتقنه، أو ستأتي مثله في الناس وفي سورة الفلق وفي سورة الإخلاص وفي التبت والنصر وكلما يشيء متشابهة لا تبقى تعرف في بعد سورة الفاتحة حتى تتقنه؟ هذه داعي، خليه تمر، خليه يمشي. آيات كثيرة هي متشابهة، إن لم تتقن يا عبد الله الضاد أو الراء أو الخاء في هذه الصورة باقي فاءات كثيرة. If you didn't get the kha and the sa in this surah, you're going to get it in another surah. Ha, اسمع.
ما هي مجرد الحروف متشابهة. هذه الآية التي قال وأولئك هم المفلحون إن لم تتقنه. فلما هذه الكلمات تتشابه، أنتم ما إيه يا إخواني، حرف التجويد إن لم تتقنه هنا لا تهتم ستتكرر بكثير. If you didn't perfect these ayats, these letters, or these words, or the end of these verses, or the beginning of the verses. فلما وقال الله إن الذين آمنوا مر يتكرر يا إخواني. هذا معنى متشابه يشبه بعضه بعضا. نعم. فهذا معنى اللفظ في نذيره كمثله، يعني اللفظ الخاف في هذه الصورة هو مثل خاف في هذه الصورة. نعم. فالذي يتقنه في مكان سيتقنه في مكان آخر. Whoever perfects some letters or some words or some ayats in some places, the likes of it, he's going to perfect it somewhere else. So it's not suitable that the teacher keep a student in one surah. He may stay there 2-3 weeks until he gets it, until he perfects it. Nah, let him go. ولكن الليلة يا إخوان نريد أن ننظر ما معنى مثاني. نعم. وهو أنه يتكرر. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول أنه نزل علينا السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني هذا السبع مثاني سورة الفاتحة نحن نكرره كثيرا. نعم. نقرأ فاتحة أكثر من غيرها من السور بدون مقارنة. We read Surah Al-Fatiha more than any other surah, without any doubt. ولا نمل منه. We don't get bored from it. لكن مثاني بمعنى أن يثنى. إذا ذكر الله الوعد ذكر الوعيد. If Allah mentions His promise, then mention His threat. نعم. وإذا ذكر أوامر سيذكر نواهي. If he mentioned commandments, he's going to mention prohibitions. وإذا ذكر قصص يذكر أحكام. ويتكرر القرآن هكذا. If he mentions rules and regulations, he's going to mention stories about the prophets. جزاك الله خير. وهذه الصور يا هذه القصص يا إخواني في الله. تتكرر لحكمة. نعم. The stories in the book of Allah, they repeat themselves often. تجد قصة موسى وقصة نوح ممكن سورة الأعراف سورة هود، وهناك سورة يسمى نوح وفي الشعراء وسورة الأنبياء، يعني يذكر القصص كلها في جميع الأنبياء وأكثرها. نعم. لماذا يسمى صورة الأنبياء؟ ذكر كثرة الأنبياء الأنبياء. وفي سورة الصاد يذكر الأنبياء. لأن هذا القرآن نزلت في 23 سنة. وهناك مجموعة من المسلمين من الصحابة أخذوا هذه الصور وفيها قصص عن موسى وعن عيسى وعن كذا وعن كذا. وبعد سنين ما زال هذه القصص يتكرر ويلعب بين المسلمين، بين مطول ومقصر. From the long version of the story بالتفصيل، and بعدها مقصر. نعم. نعم. Some of them short باختصار. ونريد أن ننظر هذه الليلة كيف ربنا سبحانه وتعالى يذكر في آيتين الوعد والوعيد لما في ذلك
من التأثير الطيب على قلوبنا وعلى ذهن المستمع وعلى ذهن القارئ. We want to look how Allah mentions in ayahs that are right next to one another. Ayah wa'dun. تبشير والآية بعد خوف ووعيد. وماذا هذا يفعل في قلبك؟ We want to look at some verses that Allah mentions in one verse, promise of Allah, and good news and relief and farat, and then the next ayah, خوف, رعب. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ نُعِيدُ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَئِرُّ مِنْهُ الْجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. هذا القلب قال الله ذلك هدى الله. هذا هو هدى الله. هذا القرآن هي الهدى. يجعلك أحيانا تقشعر. ما معنى تقشعر؟ يعني عند الخوف. ما معنى تلين؟ عند الرجاء. هذا ما يؤثر على عظامك وعلى عضلاتك، على قلبك. وما أحوجك إلى هذا؟ حتى الكتب. إيش عندك؟ حتى ما عندك اللي يخوفك. هات. شكا. لا ما يقول شيء لا كتاب لا لهذا العضو هذا اللحم هذا القلب. ما أن الله سبحانه وتعالى يقول تقشعر يعني القلوب الجلود تشمئز وتضطرب. The skin of man can shrinkles up when he hears these verses. تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم يعني عند الخوف. They hear some ayats. جلود. They hear some ayat that the reader, when he hears some verses, it makes him afraid. نعم. يؤثر فيه, it affects him. Allah says, ثم, after that, ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Then other ayat he hears, it makes him comfortable, his skin is relaxed. His heart is relaxed. His body is relaxed. على ذلك هدى الله. That's the guidance of Allah. هذا الذي يعني يؤثر على قلبك. That's what brings goodness out of you. فما أحوجنا إلى أن نقرأ كتاب الله ونتدبر. We're in dire need of listening to the book of Allah, contemplating it. وأن نفسرها. أن نفسره and make these ayats clear حتى نفهم مراد الله سبحانه وتعالى. So we can understand the books of the book of Allah. What the intent, what Allah means by these verses. فعلى سبيل المثال على المثاني ذكر وعد وبعده الوعيد. وماذا هذا يفعل في القلب المتدبر؟ How Allah mentions His promise, then He mentions His threat. And what does that do to your soul and to your heart when you're listening to this? قلبك في حاجة لحظة أحيانًا ولا يتجمد يا أخي. إيش يأثر في قلبك؟ إيش عندك؟ You need something to affect your heart. سيقسو تقسو القلوب. The heart is going to be hard. المصنع قوي. الدنيا قاسية. سوق سيارتك سوق تراك تمشي مسافات أنت في مصنع وأنت في أوبر إيش يحصل لقلبك ترى أمور وتسمع إزعاج when you at work when you at the factory you doing your job you on the road when you driving your job whatever you do you hear things you see things that get aggravated فأنت في أمس الحاجة إلى ما يلين هذا القلب ويؤثر فيه ويحركه and it moves your heart. والله سبحانه وتعالى يقول ما هو مجرد ذكر الوعد والوعيد لا ذكر الوعد مباشرة بعده وعيد. We're not just talking about ayats that have promise and ayats other than that that have threatened or that makes it together. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الأبرار لفي النعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني عندما أنت تتصور هذا النعيم ما هي الآية واحدة
وأنت في واد آخر تماما. تصور. نعم. إن الأبرار لفي نعيم. تصور هذا النعيم. نعم. The أبرار righteous there in نعيم. وأن الفجار ما هم أبرار. فجار. And the sinners لفي جحيم. لأن حافظ. والله سبحانه وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني فجأة هذا على قلبك تدبر، تدبر هذه الآيات، تدبر تستفيد. نبئ عبادي، inform my servants، inform أني أنا، أني أنا، هذا توكيد، هذا ضمير فصل. أني أنا الغفور الرحيم. That I am the all forgiven, the merciful. وأن العذاب هو، هذا هو، هذا توكيد. وأن عذابي هو العذاب الأليم. That ليس أن عذابي أليم، أن العذاب هو العذاب الأليم. لا ما بعده من شدة الألم والوجع. Inform my servants that I am the all-forgiving, the merciful, and that my punishment, it is the painful punishment. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. صور يا إخوان، لابد أن نتدبر الآيات، لا ننشغل بالأصوات، ما ننشغل بالأصوات، لا. We have to contemplate the verses. We don't want to just get preoccupied with the voice. وننتهي من الصلاة ونقول صوته زين، صوته جميل. ما وأين يعني نصيب القلب؟ أم نصيب الأذان؟ أين نصيب القلوب من هذه الآيات؟ يعني خرجنا أن صوته زين، صوته جميل. هذا هو المقصود. نعم، تدبر الآيات. نعم. You have to contemplate these verses. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا؟ لعلكم ترحمون. وهذه الرحمة هو التدبر. هذا أمرنا. هذه الآية هي في الصلاة. عندما تقول إذا قرئ القرآن يعني في الصلاة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا؟ القرآن من وين أنت في الصلاة؟ Listen and be quiet لعلكم ترحمون. أين إيش الرحمة؟ مطر؟ ما لعلكم ترحمون؟ يعطيكم مطر رزق؟ لعلكم تتدبرون. هذه الرحمة. أنت يعني تسكت وتتنبه من أجل ماذا؟ رزق؟ تسكت وتستمع من أجل ماذا؟ مطر؟ لا، تسكت وتستمع من أجل قلبك. نعم، لابد أن نتدبر. Allah says, when the Quran is being recited, listen and be quiet so that the mercy of Allah will be bestowed. What is this mercy? What is this mercy that we receive? Is it rain? Is it good health? What is this mercy that you get from being quiet and listening to the Quran? At-tadabbar. لأنه يؤثر على القلب. Because it benefits the heart. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا محفوظا. The day that a soul is going to find every day that it did from good deeds is saved up. وما عملت من سوء. And everything that it did from evil is saved up. But when he sees the evil, تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني تصور يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يخبرنا كيف نتمنى ذاك اليوم. تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صدق الله يخبرنا. الله سبحانه وتعالى يقول قبل أن نكمل هذه الآية: سخرها عليهم
سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني ريح مطر على هذا القوم ثمود. سبع ليال، سبع ليال متتابعة، سبع وثمانية أيام، ثمانية أيام، 8 days continuously. الله سبحانه وتعالى يقول: فترى القوم فيها صرعى، يخبرك كيف ترى هذا. فترى يعني أنت المستمع، فترى القوم فيها صرعى حلكى. الله يصف لنا، يصف لنا عذابه ويخبرنا كيف نراه. أنت ما أيام الأمن يا إخوان. فترى يعني أنت ترى القوم حلكى صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. When Allah afflicts them with this punishment, 7 nights and 8 days, Allah says, you see them destroyed. I mean, just imagine in this picture, you see them destroyed. كَأَنَّهُمْ أَخْلَاقٌ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. هذا سؤال لك. أنت المخاطب. أنت. أيها المستمع. أنت المخاطب. سؤال عندك. بعد هذا الوصف. هل ترى لهم من باقية؟ تظن باقي أحد؟ هذا من أجل قلبك. Allah asks you, you think anybody remained after this punishment? Did anybody survive? No. أنت المخاطب. You are the one Allah is talking to. You, المستمع, القارئ. Not the one who's listening or the one who's reading. نرجع إلى آياتنا. Go back to Allah. تود أن لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. He wished between his bad deeds and his good deeds was a far distance. And Allah سبحانه وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه. يحذركم عذابه. يحذركم ملائكته. يحذركم الله نفسه. أعظم شيء. هذا أعظم شيء. يحذركم الله نفسه. Allah warns you from himself, not his punishment, not his angels, not his hisab, not his account. يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا لَهَا مِنْ بُشْرَى بَعْدِ الْخَوْفِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ خَوَّفَنَا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. يعني ما ظنك بربكم؟ أبي يقول رحمتي غلبت غضبي ورحمتي سبقت غضبي. مع أنه يخوفنا يذكرنا أنه رؤوف وأنه رحيم. ويحذركم الله نفسه. And Allah warns you against his own self. And Allah is merciful to his servants. والله رؤوف بالعباد. ماذا يفعل هذا للقلوب يا إخوان؟ هذا معنى قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذا ذكر الوعد ذكر الوعيد لاستفادة القلوب. نعم، من عنده شيء آخر؟ حتى الكتب المجلات، يلا أين القصائد؟ There's nothing like that. There's nothing like that. والله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يذكر أهل الجنة وأهل النار حالات. فأهل الجنة عند أن يأتون إلى الجنة الأبواب يكون مفتوحة، يرونها من بعيد مشتاقون مشتاقون يشمونهم من بعيد. نعم. وأهل النار يفتح لهم في وجوههم فجأة. The people of Jannah, when they approach Jannah, they're coming and the doors are already open. They're looking, they're seeing, which they're born. They're just waiting, craving, longing. I know the people of the Hellfire, they're going to get to Jannah and the doors are going to bust open in their face. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الذكر وإن للمتقين لحسن مآب.
جنات عدن مفتحة لهم، مفتحة لهم الأبواب، جاهز مفتوح لهم. أبر هذا الذكر اسم عمان. وإن للمتقين لحسن مآب. The people of Taqwa, they have a very fine ending. جنات عدن، جنات مفتحة لهم. The doors are open for them when they get there. أما أهل النار، الله سبحانه وتعالى يقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. يعني تصور يا إخوان، يعني كأنه قد كفاه، قد كفاني أنه في وجهي. لا والله، لا ما يكفي. لو يعلم الذين كفروا، disbelievers, they only knew. حين لا يكفون عن وجوههم النار. They can't keep the fire out their face. ولا عن ظهورهم. They can't even keep it off their backs. Not sufficient that they can't keep it off their face. It's on their back also. ولا عن ظهورهم. ولا هم ينصرون. They have no help. No help. يعني لو كان واحد هنا في يحترق سيصيح. يصيح على ينبح الناس، انقذني ساعدوني. نعم. ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة، بغتة فجأة. نعم. The hope I consider suddenly فتبهتهم، عينهم في بغتة، يعني يحيرهم، يحزهم، يدوقهم، يدوخ. نعم. رضخ ربش. هذا الله وصف النار وهكذا. الله، هذا كلام الله. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. It comes to them suddenly and it shocks them. They're confused. They're going to be hit. They're going to be confused. They're going to be dizzy. They can't push it off. Now they're going to be delayed. في هذا الله سبحانه وتعالى يقول يذكر حالات لأهل الجنة ثم حالات لأهل النار، وأحيانا أحيانا أحوال لأهل النار ولأهل الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. لا، يعني جهنم تنطق، جهنم تتكلم. نعم. الله سبحانه وتعالى سأل: How far are you filled up? Are you filled? ومن وسعها. نعم. من مسافات اللي فيها so big. هي تقول: هل من مزيد؟ Are there more? حتى يعذب. More people to bring in? We got more space. نعم. Small space. فتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين. هذه الآية اللي بعد هذا كنا في خوف من هذه الآية. Later Allah says to the jinn, he says to the hellfire, are you filled up? And the hellfire says, no, you have more action. Then Allah says, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا إخوان، قربت إليهم الجنة، لم يدخلوها، لم يدخلوها. إيش من شوق؟ What kind of, يعني that is craving for it. قربت إليهم وأزلفت. It's been close to them. اسمعوا. وأزلفت الجنة للمتقين. جنة is being close, but close to them. ليس أنهم اقتربوا إليه. ما قال عقدا. That they came closer. قربت إليهم. صور جنة is being close to you. أما لو يظن ظن نحن القارئ يقول قربت إليهم ولكن بقي مسافة. الله يقول غير بعيد ولا بعد أمامهم. الله يقول غير بعيد حتى تطمس من رأسك أي بعد.
غير بعيد. أما قد أزلفت إليهم، لو بقي في ذهنك أن فيه بعد أن أنهاه نفاه، هذا غاية من التوكيد، غاية من التوكيد. الجنة has been close to the believers, to the people of taqwa. غير بعيد. There is no distance away from it, right in front of them. وأزلفت الجنة للمتقين. غير بعيد. If you thought that when it was what close, it's still far away, Allah said غير بعيد. It's not far. It's no far. It's right in front of هذا ما توعدون. ما زال في المضارع. ما قال هذا الذي وعدوا الآن هم فيه. لا. ما زال وعدا. هذا ما لم يدخلوا بعده. They didn't get in again. ما زال وعدا. It's still a promise. هذا ما توعدون. يا إخوان إيش من شوك هؤلاء فيه. ذهبوا في الحوض في الميزان في الصراط تجاوز القنطرة الآن عند الباب. They went through everything. They get their weight needs. They went through the ميزان. They went through this. They went through the صراط. They went through the حوض. They went through everything. They went under the ميزان. نعم. They get their weight. They went over the صراط. Over the Qantara. Now they're just right in front of the fire. They're still promised. قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى أواب؟ الواب الذي يخطئ ثم يتوب ويخطئ ويتوب. ما هو شامل شخص. أواب أن يتوب يكفر التوبة. رجع حفيظ لحدود الله. هذا بشرى لنا. هذا وعد. هذا الوعد يوعد لمن يخطئ ويصيب. يخطئ ويصيب. يخطئ ويصيب. يعني مثلنا. نعم. ما قال المتقين الخلص. ما قال هكذا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. This is what is promised to everyone who makes tawbah after they make a mistake. لو علم العصاة والطالحين سر الصالحين. سر الصالحين أنهم يتوبون. هم يخطئون لكن يتوبون. لو علم العصاة. لو علم العصاة سرنا. أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. أن الصالح يتوب يحصل له عفوة والغلطة سقوط لكن يقوم. فليس يعني المسألة الكبيرة أنه سقط، لكن المهم أنه قام. أنه قام. أنه تاب. نعم. If only the disobedient people that are just deep in sins, if they knew what's the difference between the righteous and the unrighteous, the righteous, they just make tawbah. They make tawbah to get back up, clean themselves off. To take that stuff, clean themselves off, to get up. Then they get up. حتى يعجبهم القيام ويكرهون السكوت. يكرهون. They love standing up. They love being on. They hate falling down. يكرهون السكوت والوقوع في المعاصي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Those who fear Allah when they're all alone by themselves. وجاء بقلب منيب. And they come with a قلب that makes tawbah to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ادخلوها بسلام. وهم عند الباب يؤذن لهم الدخول. كيف الدخول؟ تصور انه يقول تصور ايش من دخول، ايش من فرحه. هذه الصلوات، هذا الصبر، صبر على البلاء ورمضانات والفقر والرجوع إلى الله، توكل على الله والبكاء والقيام والرمضان الشهر الستة، الصبر على المصائب والوالدة والوالد والطاعة، كل هذا يقول ادخلوها بسلام.
ذلك يوم الخلود، لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الآيات تسعة ناجل من الله gives them permission. They're at the gate. يرون ما فيها. They see what's in it. They smell it. They see it. Then Allah says, enter. ومثل هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول ذكر حال أهل النار وذكر حال أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق عني ضفوا. نعم. They're driven. سيق. زمرا جماعة بعد جماعة مجموعة بعد مجموعة يتساقطون مجموعة مجموعة في النار. They're falling group by group. They're driven to the hellfire. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهي مغلقة. وهي مغلقة سيقة سيقة. نعم. إن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. تعالى بصوا على عندكم من يجيب، من يجيب عندك يا شوقي. احشروا الذين ظلموا، من المخاطب؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون فاهدوهم، فاهدوهم إلى صراط الله. من المخاطب؟ الملائكة. الملائكة تدفهم بأجنحتها. وهذا معنى هذه الآية. الله says احشر gather the ظلم، gather the wrongdoers، فاهدوهم، push them إلى صراط الجحيم. Guide them, push them up to the brink of the hellfire. وقفوهم، وقفوهم، stop them. من المخاطب؟ الملائكة. فالآن الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نعم. حتى إذا، يعني ما من حتى جاءوا، يعني مسافة حتى وصلوا عنده. هم على أبواب. الله سبحانه وتعالى يقول بل كذبوا بالساعة. They rejected the sign. They didn't believe in it. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. And we prepare for those that don't believe in hellfire. We prepare in the fire. إذا رأتهم، يعني النار، إذا رأتهم من مكان بعيد. النار تشوفهم هم فوق، ما قد سقطوا، ما قد سقطوا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا، هم يسمعون، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا، يعني قبل هذا ما سقطوا، على يعني على شفا جرف النار، على طرف النار. They're at the end of the brink, about to fall in the fire. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. The doors are going to be opened in their faces. صور ايش فيها يا اخوان؟ يقول الله سبحانه وتعالى كما قرأنا لو يعلم الذين كفروا حين، هذا الحق، هذا الوقت، حين لا يكفون، هذا عندما تفتح الابواب and those open in their face، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. They're not going to be able to keep the fire out of their face and off their back. فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. The keepers. The Malaika in charge of the hellfire قال أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ عَابِكُمْ يَوْمِكُمْ هَذَا. Didn't one of them messengers that came to you decided to read the book of Allah and warned you about this day right here? قَالُوا بَلَى. They will say yes. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ كُتِبَ لَنَا أَنَّهُ. It's been decreed for us. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. It's going to be said to them,
انت ذا هاوس والايفو ديستنيشن ذا اهل. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر. السياق ثاني. الملائكه تهدوهم الى الجنه. وسيق الذين اتقوا الى الجنه اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. هذه العافيه الواو، وهذا الواو يسمى واو الحاليه وصلوحة، وهي مفتوحه. انت ما انا يا اخانا مصمم انت صالح لما ذكر اهل النار قال حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. فتحت As for the people of Jannah, قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذا واو حالية أي الأبواب مفتوحة. لما جاءوها when they get there the doors are open already. وقال لهم خزنتها and the keeper of the Jannah صلى الله عليه وسلم سلام عليكم تبتم. مش من كلام، سلام عليكم تبتم. They're going to say, As-salamu alaykum, peace be upon you. يعني السلام بمعنى السلام. لا يصيبكم شيء. Nothing's going to touch you. ونختم بهذه الآيات التي في سورة الأعراف. ولماذا يسمى أعراف يا إخواني؟ الله سبحانه وتعالى يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. في منادى. نعم. الله سبحانه وتعالى يسمى في كتابه يوم التناد من كثرة النداءات ذاك اليوم. From so many callings out that day, Allah calls it the day of calling. يوم التناد. Everyone's calling. Yeah. ونادى أصحاب that Allah subhanahu wa ta'ala if he mentions his punishment sometimes right after it immediately he mentions his reward. نعم. فلذلك يا إخواني في الله صنع هذا المنبر لترغيب وترحيب. نعم. تارة تبشر المؤمنين بالخير وتارة تخوفهم. نعم. This member, that's what the topic should be. One week, you يزيد رغبتهم. You increase their desire for obedience from the word of Allah, from the punishment of Allah. يزيدهم رجاء. You increase their hope. تصبرهم. نعم. Increase their patience. تارة أخرى. And other times, you want them to fear Allah. تخوفهم من عذاب الله. نعم. يصف لهم أحوال الآخرة and you describe to them the harm that they are after. هذا يسمى ترغيب وترحيب. ما يصلح أن كل أسبوع نار 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 ويلك 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 عيب 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 حرام حرام حرام. ليس كل أسبوع. لا تارة وتارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا يا إخوان في الله ويعيننا على طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى تبقف our hearts and aid us in our obedience. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.